Hello guys, today we'll talk about alignment 2. That topic means a multiple alignment, ده النوع التاني منه. قبل كده في فيديو سابق كنا اتكلمنا على alignment 1 اللي هو base pair alignment، والنهاردة هنتعرف على multiple alignment. طيب هنتعرف عليه من خلال ان احنا معانا problem case، يعني معانا for example الانسولين جين من التلابيا فيش في السبيشيس بتاعت مصر. هنا انا عايزة اعمل isolation للانسولين جين من الأورجانيزم ده. فعملنا دراسة سريعة كده عن السبيشيز اللي موجودة للتلابيا فيش في ايجيبت، لقينا ان هما 4 سبيشيز كلهم مختلفين عن بعض حتى من خلال الاسماء العلمية قدامنا اهي. طيب اما اول نوت اخدناها بعد كده ان only insulin gene بتاع النايل تلابيا بالاسم العلمي القديم ده is isolated and located in the gene bank database. ده معناه ان انا هشتغل على الأورجانيزم ده، على السبيشيز ده بعينه. طب هعمل ده ازاي؟ من خلال ان انا هعمل الديزاين بي سي ار برايمرز علشان اعمل isolation للانسولين جين من الفور تلابيا سبيشيز. هعمل الكلام ده بقى ازاي؟ هعمله من خلال خيارات كتيرة انا فكرت فيها علشان اقوم بالاكسبيرمنت دي. ده كده الشكل الاساسي لاي اكسبيرمنت، لازم افكر باكتر من شكل علشان اشوف انسب طريق امشي فيه. اول حاجة فكرت فيها to use the Nile Tilapia insulin gene that you have to design in PCR primers to isolate the insulin gene from the four species، لان ان الكلام ده هنبقى not sure that there are no differences in the primers sequences between the four species. طيب تاني طريق، قلنا ان احنا نعمل genomic library for the region of insulin gene in the other three tilapia species then sequencing it to know the exact insulin gene sequences for the three unknown species. وطبعا اكتشفنا ان الكلام ده هياخد بالتفكير المنطقي time consuming، يعني هيستهلك وقت كتير، وكمان هيبقى costly، هيبقى غالي جدا ومكلف قوي. فالطريق الثالث كان ان انا هستخدم النايل تلابيا انسولين جين but put the primers in the conserved regions in the gene، لان ان ده انسب تشويس او انسب قرار او طريق نمشي فيه ونعمله وهنحققه. طب هنحققه ازاي؟ لازم نعرف الاول ازاي او how to get the conserved regions بتاعه الجين ده اللي هي already معروفه ومحطوطه في الجين بانك داتابيز. ده من خلال ان احنا لازم نوضح نوت عن الconserved regions. هي عبارة عن ال regions that don't change from species to another، يعني when isolating this sequence from different experiments to add it to the gene bank result will be the same when searching in gene bank برضو for this sequence only few results are shown. فدي النوت اللي لازم نعرفها عن الconserved regions. طيب وبعدين نشوف بقى ازاي هنعمل ده. هنعمله من خلال الستبس دي. اول حاجة هنستخدم المالتيبل سيكونس الاينمنت with different insulin genes، وبعدين we need two conserved regions one for each primer، يعني واحد للفورورد برايمر والتاني هيكون للريفرس برايمر. So we will make two multiple alignments. اول حاجة الريجون المتعارف عليه في الجين بانك داتابيز بتاع الاكزون نمبر 2 بيكون من النيوكليوتايدز 933 للنيوكليوتايدز 1116، يعني ده اول بيز ودي اخر بيز في الاكزون نمبر 2. اما في الريجون اللي بتاع الاكزون الاول خاص بالاكزون نمبر 3 بيكون في النيوكليوتايدز اللي بتبتدي بالبيز اللي هو 1134 ل 1590، دي النهائي. طيب الخطوات اللي هتتم، الخطوات الفعلية العملية هتكون ان احنا نستخدم البلاست داتابيز علشان نجيب السيكونسز في الافري ريجن من التو ريجنز دول. وتاني حاجة ان احنا نعمل المالتيبل الاينمنت باستخدام الكلاستر الاوميجا ميثود. وهنا في كام نوت لازم ناخد بالنا منهم. لو احنا جايين نعمل البلاست الخطوة دي علشان نقوم بعدها بالمالتيبل الاينمنت في الكلاستر الاوميجا ميثود، لازم يكون البلاست بتاعي معمول من خلال الدي ان اي سيكونس as
الاور تارجت بتاعنا او الايم بتاعنا ان احنا نعمل ديزاين برايمرز، يعني ديزاين البرايمرز سواء كانت فورورد اند ريفرس برايمرز. اوكي، والنوت التانية ان احنا لازم نكون عارفين ان الكلاستر الاوميجا مالتيبل الاينمنت هو يوروبيان سايت، تمام. وكمان نكون عارفين كويس قوي ان احنا لازم واحنا شغالين في الكلاستر الاوميجا نحط السيكونس نفسه وما نستخدمش الاكسيشن نمبر على عكس البلاست. البلاست يفضل فيه الاكسيشن نمبر، اما في الكلاستر الاوميجا must be اللي هو السيكونس نحطه بتاع التارجت وورك بتاعنا. اوكي، وهنا بقى ضروري نعمل سامري سريع على ازاي نعمل ديزاين بي سي ار برايمرز علشان نعمل ايزوليشن للانون سيكونس جين ده اللي انا عايز ادرسه. اول حاجه خلاص قررنا ان احنا نعمل سيرش فور ذيس سيكونس جين سيكونس ان اذر اورجانيزم، وبعدين قدرنا نحدد السبيشيز اللي هنشتغل عليها اللي هي كانت النايل تيلابيا. الخطوه اللي بعدها بنعمل سيرش فور التو كونزرفد ريجنز اللي هم اوريدي نون في الجين ده اللي احنا تعرفنا عليهم في الاكزون نمبر 2 والاكزون نمبر 3 بالسيكونس نيوكليوتايدز بالارقام دي. بعدين الستيب اللي بعد كده ان احنا نعمل بلاست للاتش ريجن سيبريتلي بشكل منفصل تماما، هنعمل عمليه البلاست علشان تو جيت الاولد سيكونسز فاوند فور ذوس ريجنز ان ذيس جين فروم ديفرنت اورجانيزمز. والستيب اللي بعدها ان احنا بنستخدم الكلاستر الاوميجا ميثود علشان نعمل multiple alignment for the sequences obtained. آخر نقطة خالص بنعمل pick out للconserved sequence to design your primers اللي انت محتاجها، اللي هي two sequences، واحد للforward والتاني للreverse primer. واللي هي بقى بتقول ايه؟ ادي اول step ان احنا هنجيتنج السيكونسز using البلاست. اول حاجة بندخل على جوجل تول وبنكتب زي ما احنا شايفين NCBI الكيورد دي، اول ما تتحط في السيرش بوكس بيطلع لي الريزلتس دي، وبختار هنا منها البلاست داتابيز بالشكل ده. بعديها هنا دي الصفحة او الهوم بيج الرئيسية اللي بتطلع لي في البلاست مين ويب بيج، بتبقى بالشكل ده. اول ما بدخل او بختار البلاست ان طبعا، لان احنا قررنا البلاست عمليه البلاست هنا هتتم من خلال الدي ان اي سيكونس اونلي، وبنحط هنا الاكسيشن نمبر زي ما احنا قلنا ان هنا يفضل في البلاست الاكسيشن نمبر مش بنحط السيكونس، لان بمجرد ما بنحط الاكسيشن نمبر زي ما انتم شايفين بالشكل ده بيطلع لي على طول هنا اسم الاورجانيزم او الجين اللي انا هشتغل عليه في السبيشيز المعين بتاعي. وهنا في نوت واخدين بالكم ان احنا بنعمل ريستريكت للسكند اكزون فقط، لان احنا قلنا كل واحد هنعمل له بشكل منفصل عن التاني، يعني اكزون نمبر 2 واكزون نمبر 3 هيتعملوا على عمليتين مختلفتين. طيب هنا الجزء بتاع فروم وتو ده عبارة عن ان هو بيعمل للكويري او للسيكونس اللي انا بدخله تحديد، انا بحدد المدى الخاص بمنطقة الفورورد برايمر والريفرس برايمر. التحديد المدى ده بيساعدني في ايه بقى؟ في ان انا بحدد تحديد وجود الاكزون ده اللي انا عايزة اقارنه من خلال معرفتي السابقة ليه، يعني انا عارفة ان هو بيبتدي الاكزون ده من رقم الفلاني للرقم العلاني، فانا هكتب الرقم ده لغاية الرقم ده بحيث ان انا كده حددته عشان يعمل لي البلاست بتاعه في الجزء ده بس علشان يحصل العملية بشكل صح واسرع. فالنوت اللي بعد كده ان دي ريزلت اللي طلعت لي بالشكل ده. الجزء الاول اللي انتوا شايفينه ده البوكس ده هو ده الريستريكتد الاكزون بتاعي اللي هو اكزون نمبر 2 اللي هو فعلا كان ابتدى من 933 ل 1112. الريد لاينز دي بتحدد الهايست سيكونسز سكورز الخاصه بالسكورز اللي احنا تعرفنا عليها في الفيديو بتاع الالاينمنت 1. وهنا الجزء ده بيحدد لي ايه؟ البوكس الاول بيحدد لي السكورز اباف ال 300، شايفين 340 300 وحاجه، اما اللي تحت السكورز بتاعتي ما بين 200 لل 300، ده الرينج اللي موجود هنا. الجزء اللي بعد كده هنا
ده كان البلاست بتاع الاكزون نمبر 3 او البلاست بتاع الاكزون الثاني، السيبريشن الثاني ليه. طيب هنا كنا عرفنا الاكزون الثاني الرقم 3 متعارف عليه من اول 1433 ل 1590، وحطينا الاكسيشن نمبر فطلع لنا معانا بالشكل ده. اول ما بندوس بلاست بيطلع لنا النتيجه كده. اول بوكس هنا حدد لي اللي هو التحديد اللي انا عامله. هو لا هنا السلايدز دي فيها خطا، بس عامه هي مش دي الريزلت اللي طلعت، لاني ده بتاع الاكزون نمبر 2، احنا في اكزون نمبر 3. هنا الخطأ، هنا مكتوب second وهو هنا third، والأرقام هنا اللي هي الأرقام دي من 1433 صح ل 1582، يعني الخطأ هنا في دي كانت المفروض تبقى third يا جماعة. السكشن أو ده أو اللي هو الريد لاينز دي بتحدد برضو ال highest sequences scores. تحت بقى هنا بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي السكورز ما بين ال 200 لل 300. الجزء اللي بعد كده بقى هنا ده filtration للresults اللي كنا اتكلمنا عنها فوق. الفلتريشن هنا بيقول ايه؟ which sequences we will use، يا ترى هنستخدم الاكزون 2 بالسكورز بتاعته ولا الاكزون 3 بالماكسيمم سكورز بتاعته. هنا التفسير بيقول ان احنا هناخد السيكونسز اللي بتظهرها البلاست سكور اللي هي في الرينج ما بين 200 ل 300 علشان نعمل balancing between التو regions عشان النتيجة بتاعتي تكون صح مفيش اي خطأ. فبالتالي دي الشكل اللي هيبقى معانا لإكزون 2 والإكزون 3، هو ده السكورز اللي هنا والسكورز اللي هنا. تحت في الشكل ده بيفهمني ان احنا داخلين على step بتاعت ان احنا نعمل multiple alignment باستخدام الكلاسترال اوميجا. طب ده هيتم ازاي؟ اول حاجة بدخل على الجوجل تول وبكتب على البوكس سيرش الكلاسترال اوميجا، فهيطلع معايا بالشكل ده وهدوس عليه. اول ما بعمل كليك بيدخلني في المين ويب بيج بالشكل ده، الهوم بيج بتبقى كده. هنا بيكلمني عن الديفينيشن سريعا مالتيبل سيكونس الاينمنت. انا يهمني ان الصفحه مكمله معايا لتحت سكرول داون، هي مدياني هنا نوت امبورتنت نوت بتقول لي ان التول ده يعمل الاينمنت او الاين ل اب تو 4000 sequences، والماكسيمم بتاعنا في الفايل سايز اللي انا هعمل له uploaded عشان يكون حامل السيكونس اللي انا عايز اعمل له كلاستر الاوميجا يكون 4 ميجا بايت. الستيب الاولى ان انا هدخل الانبوت سيكونسز بتاعتي. الديفولت هنا بيكون في البيج دي ان هو يكون محدد البروتين، فانا هغير البروتين للدي ان اي، وده المكان اللي انا هعمل فيه ابلود للسيكونس فايلز. فهنا كده انا غيرت، اخترت من الدي ان اي بدل البروتين، وهنا انا عملت ابلودد للسيكونس فايل اللي هو بالشكل ده سيكونس 1 تكست. تطلع معايا الحته دي او الستيب الثانيه دي بعدها بيقول لي سيت يور بارامترز. فاول حاجه ان الاوتبوت فورمات بتاعي هيبقى كلاستر دبليو ويز الكاركتر كاونت، وهدوس السبميت فهيطلع لي الريزلتس معايا بالشكل ده. الجزء ده بيحدد لي ايه؟ بيقول لي اهو الداونلود الاينمنت فايل اللي احنا كنا مدخلينه طلع معايا بالريزلتس دي. اول بوكس بيقول لي الفيرست 60 الاينمنت كولمز كانت بالشكل ده، شايفين الجابس قد ايه؟ طلع معايا كله جابس. هنا الجزء اللي بعد كده هنا بيقول لي في الريزلتس دي عايده لايه. هنا بيقول لي الانترستد ريجن كانت من 933 ل 1116، ده معناه ان هي خاصه بالاكزون نمبر 2، والكونزرفد ريجنز بتاعته اللي هي الاجزاء دي اللي هو عاملها لي هنا بالهايلايتد بوكسز. اللي بعدها هنا ما حدد لي ان انا عملت للاكزون نمبر 3 الديفولت برضو هنا كان هو محدد بروتين، فانا غيرتها من بروتين لدي ان اي ودخلت برضو الفايل بتاعي اللي هو سيكونس نمبر 2 دوت تكست. فهنا لما عملت له ابلودد ودوست بعدين هنا على السبميشن او سبميت، فراح عمل لي ايه؟ طلعت معايا الريزلت بالشكل ده، شايفين برضو اول 60 الاينمنت كولمز كانوا كلهم جابس. بعدين هنا الاكزون نمبر 3 اللي هو كان انترستد ريجن بتاعته من 1433 ل 1590 كانت الكونزرفد ريجنز بتاعته في
البوكسز هايلايتد دي كده الريزلتس اللي بتطلع معانا بعد ما بنعمل كلاسترول اوميجا، ويطلع لي معايا المالتيبل الاينمنت بالشكل ده. فكده احنا ختمنا النقطه دي بتاعه الالاينمنت 2. بس البوينت المهمه هنا بعد ما الريزلتس دي بقت معايا، خلينا عارفين ان احنا بنعمل الشغل بتاعنا اللي جاي بتاع الديزاين برايمرز بالموست هايلي كونزرفد سيكونس اي سي ان ذا ريزلتد وذ مي، اللي هي الاجزاء اللي هو عاملها هايلايتد هنا، هي دي الاجزاء اللي انا من خلالها بقدر اعمل البي سي ار ديزاين. بس كده يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وبالتوفيق.